التحق بنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي اللواء محمد القبيبان. لواء محمد، لو سألتك على الصعيد الأمني، ماذا يعني إصدار تلك القائمة وما وضع الأفراد والكيانات التي تندرج تحتها؟ على ضيفك الكريم السيد اللواء عبد الله والسادة المشاهدين، نعم. سيدي، لا يصح إلا الصحيح. يعني بعد طول انتظار ونربط الكلام وهذا البيان الهام وهذه القائمة بأسمائها وبكياناتها بما تحدث به معالي وزير الخارجية السيد الجبير عندما يقول طفح الكيل، فهذه الكلمة كنت أتوقع أنا أن يأتي بعدها مثل هذا الزلزال الكبير الذي هو يوضح للعالم أجمع بأن هنالك محاولات سابقة ومنذ القدم ومنذ فترات تقريبا أكثر من عقد من الزمان، والقيادة القطرية تحاول أن تعطي نفسها أكبر من حجمها، وكان القادة في دول مجلس التعاون يحاولون رأب الصدع ويحاولون أن تستمر مسيرة دول مجلس التعاون للخروج إلى اتحاد دول مجلس التعاون لكي نكون أو نصبح نموذجا يحتذى به في العالم كما هو الآن النموذج الأوروبي. ولكني أنا بعد ما أو في خلال مشاهدتي للموقف العام رأيت أن هنالك في تحدي واضح من قبل القيادة القطرية. يعني يجب أن لا ننسى موضوع 2013 و2014 عندما تم سحب السفراء، وكان يعني الله يرحم الملك عبد الله يحاول أن يوضح الأمور، كفى تدخلا في السياسات للدول، كفى دعم الجماعات التي تصنف جماعات إرهابية، يجب تسليم من هو يجب تسليمه لدولهم لمحاكمتهم ولتستمر المسيرة. نحن أصحاب ولله الحمد يعني تاريخ نفهم معنات الترابط الأسري، ولكني أعتقد أنه الآن لا يصح إلا الصحيح. هذا البيان كان من الأولى أن يصدر من بعد 2013 أو 2014، ولكن زي ما ذكرت لك، ولكنه الآن صدر وهي رسالة إلى القيادة في قطر. هل ستلتزم؟ هل ستعود إلى وعيها؟ هل سيعود سمو الشيخ تميم ويفهم أن هنالك حقائق وبدأت تتضح صور للعالم أجمع بأن هؤلاء الجماعة الذين دونت أسماءهم والقائمة والكيانات هي فعلا جماعات إرهابية؟ أتمنى ذلك. جميل. وإن لم يفعل فأنا أتوقع هذا تصعيد خطير من قبل القيادة القطرية، وإذا كان يعتقد بانضمامه أو بالاستفادة من التحالف مع تركيا أو مع إيران بأن هذا سوف ينفعه، لا. أنا يعني أربط كلام السيد القرقاش عندما قال أن هذا هروب قطري إلى الأمام، أنا لا أسميه هروب قطري إلى الأمام، بل أسميه هو الذهاب إلى المستنقع وإدخال قطر في نقطة لا عودة. لذلك هذه البيانات هي صورة واضحة للعالم أجمع بأن ما تقوم به القيادة في قطر عن طريق هؤلاء الخلايا والاستفادة من المبالغ المالية الفلكية التي تملكها قطر، بدلا من أن تستفيد منها في التنمية العالمية، وبدلا من أن تستفيد منها في السياسة الناعمة، وبدلا من أن تستفيد أن يكون هنالك تمدد للإسلام على حقيقته، لا. رأينا عندما قام أو عندما تم القبض على مجموعة من السياح أو من يقومون بعمليات القنص في السليمانية في العراق، تم يعني إعطاهم فدية. تتكلم عن ماذا يا سيدي؟ تتكلم على نصف تريليون دولار فدية، نصف تريليون دولار لعشرة أشخاص. أنا هذا لم تنطلي علي. كذلك ذكرها السيد العبادي، قال فوجئنا بهذه المبالغ الضخمة وآتت لنا في شنط، ولم نكن نتوقع بأن يكون هذا الدعم المادي لفك أسرى أو لفك الرهائن. هذا التخبط الذي تقوم به القيادة القطرية، سواء كانت من السيد الشيخ تميم الأمير تميم أو من والده الذي هو أنا أتوقع هو من يدير هذه السياسة، الحكومة الخفية. لذلك أنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تعود القيادة القطرية إلى رشدها، وأن تتم يعني طريقة المصالحة، ما أن يوفق سمو الشيخ صباح إلى ما سعى إليه من تقريب وجهات النظر. وأرجو يعني من الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي الفضيلة أن تعود القيادة القطرية إلى وعيها، وأن يعود البيت الخليجي كما عرفناه، نعم.
بيتا خليجيا موحدا بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودعم الأمة الإسلامية في كافة أقطار العالم. لواء محمد، ما دمت تتحدث عن الجانب المادي، ما الذي تريد حكومة قطر من صرف هذه الأموال الفلكية على هذه الكيانات والإرهابية والأشخاص المصنفين في قائمة الإرهاب؟ هو مشروع قطر خطير على فكرة. يعني انت لو يعني انا واثق انه الضيف الكريم تكلم وضيوفك من الدول الاخرى تحدثوا عن هذا المشروع الخطير الذي تعتقد قطر بانها في حال مد اذرعها ودعم هذه الجماعات سوف يكون لها سلطة خفية على العالم الإسلامي وعلى العالم، وهو نفس الأسلوب، لا مؤاخذة بهذه الكلمة، نفس الأسلوب الذي يقوم به اليهود. لا، هذا أكبر خطأ في استخدام المال الضخم والأرقام الفلكية، بمعنى أن يدعم الجماعات في ليبيا، وتحدث بذلك السيد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي بدعم الجماعات الإرهابية لمقاومة المقاومة المعتدلة في سوريا، بدعم ميليشيات الحشد الشعبي في التمدد والافتتاح وفتح المجال للراعي الأكبر المرجعية الكبرى الإيرانية للتمدد للإرهاب. هذا مشروع خطير، كما هو مشروع إيران في التمدد ومحاولة لتدمير العالم الإسلامي. هذا يحاول أن يفتح مجال آخر، ويعتقد بأنه بفتح هذا المجال كمجال سني موازي للمجال الشيعي، هذه قراءة للأسف يعني لا تتعدى أرنبة الأنف، وليست يعني قراءة سياسية واقعية. الخروج عن الصف العربي سيدي في هذا الظرف الصعب يعتبر سياسة معادية لما هو التوجه العالمي. الآن بس اترك لي فرصة أتكلم على البيان المشترك خلال القمة العالمية التي حصلت في الرياض، وكانت أولى النقاط وهي محاربة الإرهاب ومحاربة الجماعات والدول الداعمة للإرهاب. تم الاتفاق على هذا بحضور 55 زعيم دولة إسلامية وضيف كبير على المملكة العربية السعودية القيادة الأمريكية متمثلة في السيد ترامب، واحتضنهم خادم الحرمين الشريفين، وكان هنالك جهد جبار وخروج لمركز اعتدال توضيح للعالم أجمع بأننا نحن يدا واحدة وجميعا فهمنا أن هنالك تهديد للخطر العالمي. السيد ترامب أثناء إلقاء الحديث قال يجب أن تقوموا أنتم كمسلمين بحل البيت الإسلامي، حل المشاكل داخل المجتمع الإسلامي، وهذه الخطوات هي نتاج البيان المشترك. هنالك جدية، لا يعتقد العالم بأن هذه الاجتماعات فقط للتصوير وإلا لتبادل التحايا وإلا لفتح مركز كذا وكذا، لا، هنالك خطوات جدية اتخذها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وحكومته وأشقائه في الدول الإسلامية والدول العربية والدول الخليجية. فلنذهب جميعا لمحاربة الإرهاب. توترنا كثيرا من إيران، دحرنا إيران ولله الحمد، توقف المشروع الإيراني، فشل المشروع الإيراني في اليمن، بإذن الله سوف يفشل في سوريا، وبإذن الله تعود الحاضنة العراقية إلى العرب وينصرف عنا الشر الإيراني. ولكن للأسف يعني ما حصل من الأخوة القيادة القطرية، ولا زلت أشدد، هنالك أشقاء لنا في قطر وهما أخوة في الدين وفي العرق وفي المذهب، وأشقاء لنا لا نتمنى أن يصيب أي إنسان قطري ذرة من الخوف ومن الهلع مما جعل أو من نتائج تصرف القيادة القطرية. نعم. المحلل السياسي اللواء محمد القبيبان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.